أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هيتريكو. اليوم بدنا نشتغل كنزة لطفل أو طفلة عمرها من 3 سنين لـ4 سنين. بدنا نعمل لها نقشة قشور السمكة مثل ما لكم شايفين. طبعا بدنا نشرح كل تفاصيل شغل الكنزة. البداية من 42 غرزة، طبعا الخيط تخين بدنا نشتغله، هو بينشغل على سنانير رقم 6 بس انا بدي اعمله على سنانير رقم 5 مشان ما كتير يطلع عريض، لانه كل ما كانت السنارة اتخان بيطلع الشغل بالعرض اكتر. بدنا نشتغل الريب عبارة عن غرزتين وش وغرزتين قفا. منعد الادوار اللي اشتغلناه هون، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ودور البداية 10 أدوار ريب بدنا نبلش ونشتغل. بعدين باللون الأبيض بدنا نعمل هالنقشة الحلوة هاي مثل ما لكم شايفين. الخيط كتير تخين بالنسبة للأبيض، بالنسبة لكل جزء منه لون كمان تخين. البداية مثل ما قلنا 42 غرزة، 1 2 3 4 5، بنكمل لحد 42 غرزة. بس نوصل لـ42 نربط الخيط عشان ما بكر اول غرزة على السنارة، وبنبدأ بالشغل. نبدأ غرزتين وش وغرزتين قفا او عدل غرزتين ومقلوب غرزتين، 1 2، نقلب الخيط نشتغل 1 2، غرزتين وش وغرزتين قفا لحتى يخلص كل السطر. وطبعا دور الرجعة، الغرز الوش بنعملهم قفا والقفا بنعملهم وش. دور الرجعة مثل ما قلنا، مثل ما بنشوف الغرزة بنشتغلها. تنتين قفا واثنين عدلة يلي إلون مثل شحطة الغرزة، بتكون هاي القفا أو المقلوب، 1 2، ومنكمل لآخر الدور. تشتغلوا 10 أدوار. بعد ما بيصير طول القطعة تبع الأمام قد طول القطعة تبع الخلف، نعمل هلأ الحفرات أو الحردات اللي هن عبارة عن، هلأ أنا الظهر عملته 4x3 بس الأمام رح أعمله 3x2 مشان خلي قطبة زيادة للصدر. هلأ النقشة مثل ما لكم شايفين نقشة حلوة، هي عبارة عن حراشة في السمك أو قشور السمك. رح نبدأ من هون ننقص القطب ونعمل الحفرة، فرد مرة رح نعمل النقشة. البداية أول شي الخيط ناخد مسافة مشان ما يشد معنا، نشغل أول شي 3. قبل ما نبلش بالرسمة نشتغل 2 بنختم، 1 2 3. هلا هيك عملنا اول قسم من الحردة. رح نشغل لبداية شغل النقشة نشتغل 3 غراز، نعمل لفة نرجع بنشتغل 1 2، نقلب الغرزة يلي إلها لفة يلي هي هاي اللفة فوق الغرزتين، نشتغل
اثنين الفاصل بين النقشات، نرجع بنعمل لفة، واحد اثنين، نقلب ومنكمل بهالطريقة لآخر السطر. ومن الطرف الثاني كمان بنعمل نفس ما عملنا هون، بنحذف ثلاث غراز. هي أول خطوة بالنقشة، نقلب الشغل. ما بدنا ننسى من هون بدنا نعمل الحردة، بنقيم كمان أو الحفرة، بنقيم نحذف ثلاث غراز. هي وحدة، اثنين، ثلاثة. ودور القفا أو المقلوب نشتغله كله مقلوب أو قفا. لحتى تطلع معنا هلأ القشور تبع السمك معاكسة بعض، محل ما عملنا لفينا الخيط ما بنعمل شي بهدول الغلستين، بنلفه من بعد حتى هدول الاثنين كمان يصير لون مثل خط حتى يعطي شكل الحرشوف. وكمان ما بدنا ننسى من هلأ بدنا نحذف غرزتين. هلا احنا هون ثلاثة وهلا اثنين، واحد اثنين. هون في عاملين القلبة تبع اللفة، معناتها هدول بنشتغلهم من دون ما نعمل شي. هدول الاثنين هلا بنلف عليهم، بنقلب عليهم الغرزة اللي لفيناها على السنارة، نشتغل غرزتين، نقلب نعمل اللفة، واحد اثنين. ودور القفا نشتغله كله قفا أو مقلوب. هدول الغرزتين في لون القلبة نشتغلهم عادي، بنلف الخيط. هي القشور، هي المراحل الشغل فيها أربعة أدوار أو أربعة أسطور لحتى تكمل ويطلع الحراشف متعاكسين مع بعض. نكمل هلأ الحفرات من الطرف الثاني، كمان بنقيم من الطرف الثاني غرزتين، واحد اثنين. بنكمل هذا الدور مقلوب كله، وبنرجع بنعيد نفس الخطوات بالنسبة للقشور تبع السمكة. هي الحفرة تبع اليمين وهي الحفرة تبع اليمين وهي تبع الشمال. نشتغل من بعدهم تقريبا من 18 لـ20 دور لحتى نعمل بالنص هون الحفرة أو الحردة تبع الرقبة. ومنحافظ بالدور باللون الأبيض نفس الطريقة، بنرجع منكررها بالقشور. نشتغل مسافة 20 دور، نوصل هلا بدنا نعمل حفرة القبة. طبعا قديش بيكون معنا غراز نقسمهم على ثلاث أقسام، وبعدين بنشتغل حفرة القبة. الجزء تبع القبة مثلا إذا بدنا نعمل لنفرط ست غراز بالنص، بنعبيهم كلياتهم بهي على الخيط. هلا علمكم طريقة تانية إنه ما تختموهم، تعبوهم بالإبرة والخيط، بعدين وقت نشتغل القبة نشتغلهم دغري. ما بقعد في داعي إنه ندخل الإبرة ونشك الغراز تبع القبة. هلأ لحنا هون في عنا 36 غرزة، ممكن انتو مثلا تعملوهم اكتر، ممكن يكونوا 40، ممكن 42، ممكن 50، يلي هو العدد بكونوا عم تشتغلوا عليه. بتقسموهم 3 اقسام. هلأ انا رح اشتغل 12 غرزة اللي هن تبع الكتاف، وطبعا بدنا نحافظ على النقشة اللي عم نشتغلها. وقت نوصل لنفرض انه هدول هلأ ال12 هدول بدنا نقيم لنفرض 8 غرز يلي بالنص، نعبيهم كلهم بالإبرة ونرجع بالدور. طبعا بدنا نحافظ على النقشة اللي لحنا اخترناها، ممكن انتو تختاروا اي نقشة بتحبوها.
هلا ممكن بالنص مثلا تخلوا 8 غراز، ممكن 6، انتو على حسب ما بتحبوا الحفرة كبيرة من بدايتها. هلا انا رح اقيم 6 غراز على السنارة وارجع بدور الخلف بالنسبة للطرف اليمين. اثنين، ثلاثة، أربعة. وطبعا نحن كمان الرسمة شوي بتخلينا نلتزم بعدد الغراز، بتدخلوهم بهالطريقة بالسنارة. هلا برجع بالشغل دور الخلف. هدول الغرزتين هلا بدي ادخلهم بالخيط. الفكرة بالشرح انه نحن لتقسيم غرز القبة او الحردة تبع القبة هن عبارة عن 3 ب2 بغرزة، بس نحن بنعملهم 3 من الطرف الاول 3 من الطرف الثاني، بتطلع اجمل، يعني بتطلع الدويرة اجمل وقت بدنا نعمل لها الريب. ما بيطلع هون في فراغ بين انه مثلا اول مرة 3 من الطرف نرجع 3، هيك ناخدهم كلهم مع بعض بتطلع احلى ومرتبة اكتر. هلا باعتبار انه الخيط بالطرف الثاني وما رح انقله على الطرف الاخير من الخيط، رح ادخلهم بابرة الكروشيه بهالطريقة. شايفين؟ هلا بقيان كمان هاي الغرزة. هلا بدي ارجع بالشغل بس اوصل الغرزة كمان فوت فيها الخيط، بعدين بشتغل لحتى اوصل لطول الكتف. الغرزة مثل ما كنتم شايفين بنحافظ على النقشة كمان حتى كمان بمرحلة ما بعد القبل حتى نوصل للكتاف. هاي كمان بندخل فيها الخيط مثل ما انكم شايفين. هلا هيك زبط كملت الحفرة او الحردة تبع النص الطرف اليمين. هلا بنعمل بعدين الطرف الشمال بنفس الطريقة، ودور القفا دائما قفا، وبنختم بعد ما نشتغل كام دور الكتف كمان على 3 مراحل. اشتغلت 8 ادوار من نهاية الحفرة لبداية الكتف. نبلش هون نختم الكتف على مراحل كمان. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. خمسة. وهدول نقسمهم بالنص الغراز وكمان بنخدمهم. نرجع بالشغل نشغل لحتى نوصل لهون ونختم، بدنا نشتغل هدول ونرجع نشغل هدول الغراز، لأنه دايما الحفرة بتكون من الكتف باتجاه الرقبة مشان تعلى معنا الحفرة تبع الرقبة لفوق. هلا بدي ارجع ونختم البقياني 4 وبعدين 3. هلا بختم ال4 غراز، بدنا ننتبه دايما بدنا نحافظ على مسيرة النقشة اللي عم نحنا اخترناها وعم نشتغلها.
وحدة. 2 3 نكمل الشغل. هلا نحن هون ممكن نعمل الحركة تبع النقشة. بهالطريقة. هلا ما عاد في شيء، بدي ارجع وارجع اختم هدول. نكون خلصنا الكتف، ننتقل لشغل الطرف الثاني بنفس العدد الدوار وعدد الغراز ونفس التقسيم عشان يطلع الطرفين مثل بعض، وهذا الشيء ضروري يكون الشغل متناظر بالطرفين. واحدة 2 هيك بنكون خلصنا الكتف وبنقطع الخيط. بعد ما بنشتغل الطرف الثاني بنوصل لهالنتيجة، الغرز تبع القبة موجودين على الخيط، بيبقى علينا نخيط الكتاف مع الكتاف الظهر من الطرفين ونشتغل القبة. بالنسبة لشغل الكمام انا رح اشتغل الكمتين هالمرة مع بعض، بنزيد مثلا بأول كمة كمان بنزيد بالثانية، بنزيد من الطرف اليمين بعدين بنزيد من الطرف الشمال كمان بنزيد من الطرف الشمال. عدد الغرز تبع البداية 28 غرزة، اشتغلت 8 ادوار لكل كم. انا طبعا شغل الكم هذا مشروح كامل بفيديو خاص لشغل التريكو، ممكن كمان تطلعوا عليه. الزيادة تبع الكمام تقريبا كل 5 ادوار او 6 بنزيد غرزة من اول الدور وغرزة من اخر الدور، طبعا نعتمد الكمتين مثل بعض. ودائما اذا بنشغل الكمتين على سنارة واحدة بيكون افضل، مشان ما كل مرة نعد كل كمة كيف عملناها ونرجع نكرر بالكمة الثانية. هلا طريقة الزيادة ممكن نزيد من هون غرزة، ممكن من نفس الغرزة مرة من قدام مرة من الخلف بتزيدوا، او ممكن تشتغلوا غرزة من هون والغرزة الثانية تاخدوها من الغرزة اللي على السنارة. هلا انا رح اعمل هالطريقة بالزيادة، وطبعا هدول الدوار وش وقفة، والرابع عرفتوا غرزتين وش وغرزتين قفة او غرزتين عدل وغرزتين مقلوب لشغل الرابع. طبعا هلا بنشغل الاول الكم نفس الزيادة بنزيدها بالكم، نشتغل 5 ادوار او 6 بنرجع بنزيد غرزة من اليمين وغرزة من الشمال لحتى نوصل لعند الحفرات او الغرزة او الحردات، يعني مرحلة التنقيص بالكم. نشتغل لطول تحت الابط، طبعا ممكن اي حدا عم يشتغل ياخد القياس بهالطريقة الزيادة بعيدة، ندخل السنارة طلع غرزة. هلا هيك زدنا ودغري بننتقل مباشرة للكم الثاني ومنزيد غرزة. وطبعا هون ممكن تعتمدوا تعملوا نقشات النقشة او ممكن ما تعملوا، انتو هذا الشيء مثلا اختياري بالنسبة لكم، بس الزيادة بهالطريقة. بعد ما بتخلصوا الريب تبع الكم بتبلشوا بتزيدوا غرز مثل ما علمتكم، او ممكن باي طريقة تانية.
بعدين بتعملوا الحردة اللي هي عبارة عن 3 2 1، لأنه هذا الخيط تخين. بعدين واحد غرزة غرزة بتنقصه، وآخر شي يلي بيزيدوا الغرز بتختموهم كلهم مع بعض. طبعا الكمتين لون يكونوا بنفس الطريقة، بتقلبوها على القفا، بتخيطوها بإبرة وخيط صوف. كمان بتخيطوا الظهر على الصدر كمان من الخلف. لشغل القبة، أنا الظهر الغرز تبع الظهر ما ختمتهم، خليتهم على سنارة، والغرز تبع الأمام كمان هدول كمان مثل ما شفتوا إنه حطيتهم على الخيط. هلأ بقيان بدنا نشك هالمسافة من هون للكتف ومن الطرف الثاني. أسهل طريقة لمعرفة غرز القبة بده يكون الظهر، لنفرض 10، كل قسم من هدول بده يكون 10 أو 12، يعني من بداية كتف لنص حفرة القبة بده يكون 10 أو 12، يعني ممكن بالحفرة الأمامية نزيد غرزتين أو غرزة من كل طرف. كمان هون يعني كأنه قسمنا العدد لنفرض 30 على 3 أقسام، 10 للظهر و10 لنص القبة الأمامية والطرف الثاني من اليمين والشمال. هلأ أنا عندي هون 2 4 6 8 10 12 14، هلأ كل طرف بدي أعمله 14 لعند النص، من هون لهون 14 ومن هون لهون 14. طبعا لحنا وقت حطينا الغرز على الخيط يلي هنن هدول 3 2 غرزة، هدول 6، بنكمل من هون لهون لحتى يكملوا لل14 أو ال15 غرزة. هذا هو تقسيم الغرز بالنسبة للحفرة أو الحردات. نربط الخيط او باخر الخيط تبع حفرة او حردة الظهر، او بحي الله غرزة بنربطها. بدنا نشتغل هلأ هون 8 غرز او 9، وبعدين بنشتغل على هدول وبنرجع للطرف الثاني كمان نعمل هون 8 غرز او 9. هلأ بدنا نخلي فتحة بالقبة نعمل عليها عروة مشان بس نخلص نخيطها مع الخلف ونحط عليها زر. طبعا بنخلي الكتف شوي مفتوح مشان ما يشد معنا الشغل ونحن عم نشك الغراز. بنبدأ بالشغل، من قلب الشغل بناخد غرزة نقلب، اثنين، ثلاثة، كبرها شوي للغرزة لحتى تطلع معنا. هو دايما أول دور هاد بيكون شوي شادين الغراز، بتكملوا لحتى يصيروا 8. Thank you.
بهالطريقة بتكملوا. هلا انا عبيت على السنارة 10 غراز. هلا بننتقل لمحل او مكان المحطوط فيه الخيط، نشتغل كمان الغراز، ندخل السنارة نقلب الخيط، ننتقل لهي الغرزة، بنعمل الطرف الثاني مثل هذا الطرف تماما عشان يطلع الشغل كله من الطرفين مثل بعض. مثل ما كنتم شايفين انا كل غرزة عم بقلب الخيط لاني بدي اشتغل القبة عالية وريب. بهالطريقة بتكملوا الشغل. هلا هي آخر غرزة من المحطوطين على الخيط، نبدأ واحدة كمان. هون بدنا نعمل 10 أو 9. ممكن كمان نعملهم قد عدد الغرز الظهر. هلا صاروا كل الغرز على السنارة، الظهر وتبع حفرة الأمام. هلا منضيف هون 4 غراز، 1 2 3 4، هدول يلي بدنا نعملهم قلبة فوق الطرف الثاني. هلا بقى بدنا نشتغل ريب عادي. هلا هون نحن بننتبه انه هاي الغرزة وش وش، هاي قفا وش قفا وش قفا. هلا اول وحدة بدنا نبداها قفا او مقلوب عشان ما ننزع ترتيب الغراز اللي اشتغلناهم. ومنكمل شغل الريب، غرزة وش وغرزة قفا أو عدلة ومقلوب بهالطريقة، وبنسحب هذا الخيط يلي كنا مدخلين فيه الغراز. نسحب الخيط ونكمل الشغل هون. لآخر الدور ودور الرجعة، القطبة اللي بتكون وش بنعملها قفا والقطبة القفا بنشتغلها وش. وهلأ وصلنا للنهاية. القبة اشتغلت تقريبا 10 أدوار مثل ما لكم شايفين، وعملت عروة. العروة اللي عملتها بس من غرزة واحدة، اخدت 2 مع بعض وبالدور الثاني ضفتها. طول الكم الكمام هدول مثل ما لكم شايفين، الطول من 22 سنتي لحد 27، يعني ممكن تعملوها 25 على حسب طول الطفل. انا هون عملتها تقريبا 23 سنتي. مثل ما لكم شايفين كنزة حلوة بقشور السمك. ممكن كمان الريب تبع القبة ما تعملوه غرزة وش وغرزة قفا، ممكن تعملوه مثل الداير 2 باتنين، 2 وش 2 قفا. طبعا مثل ما قلت لكم الكم انا شارحته بفيديو خاص.
اتمنى يعجبكم هذا الشرح. لايك للفيديو، لايك صفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. إلى اللقاء.